حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير. جبت لكم اليوم وصفة جديدة اللي هي شوربة المقارون، وهي وصفة سريعة التحضير غير مكلفة وفي آن واحد، مغذية جدا ولذيذة. تابعوا معي طريقة التحضير. هنا المقادير بسيطة جدا. إذا أنا استعملت شوية دجاج قطع صغيرة ونقدروا نستغنوا عليه، يعني وجي تخي تخي بيان. ونستعمل حبيبة صغيرة تاع بصل، 3 سنينات ثوم، حبيبة صغيرة تاع بطاطا، شوية تاع جلبانة هنا كانت كونجلي، وحبيبة صغيرة تاع زرودية، وهنا ربطة فيها قزبر وكرافس، وعندنا حبيبة صغيرة تاع طوماطيش ومغرفة طوماطيش مصبرة، وهنا مغرفة تاع هذاك المقارون هذاك الرقيق، هذا يجي مليح في الشوربة ما يتحل ما والو. اذا هنا نديرو شويه زيت في كوكوت ولا في قدره، ولا انا هنا على استعملت لا كوكوت على جال الدجاج، سينو لو كان ما استعملتش الدجاج ندير ديريكتومون في اون مارميت. اذا نبدا توجور مع الدجاج، نطلي شويه ثم نضيف له البصل، نضيف هنا البصل اللي يتقلى مليح مع الدجاج. نضيف هذاك الثوم، نضيف لهنا طوماطيش مصبرة وطوماطيش تاع الحب، ونضيف معاهم الخضرة اللي هي الجلبانة وزرودية. هنا البطاطا حتى يطيب شوية الدجاج باش نزيدها، اللي ما عندوش الجلبانة يقدر يدير حميصة. هنا ندير لو بوكين تاعي وندير التوابل. هنا ندير شوية ملح، شوية فلفل كحل، شوية زنجبيل، وشوية كركم. فوالا، اللي ما استعملش الدجاج يقدر يدير هذاك مرق دجاج ولا مرق تاع لي كوب، هذوك مرق تاع البقر راح يزيد يعطي بنا لاصوص. اذا نخليه يتقلى كل شيء مليح ونمرق بالماء سخون كما دابيتود. اذا هنا نسيت باش نقول لكم نزيد له انا شويه حار، شويه حار باش يطلق ينسم برك. اذا هنا بعد ما تقلى كل شيء، شوفوا لهنا كل شيء دار هذاك البصل الخضره كل شيء، نعاود نمرق بالماء سخون. هنا نغلق عليها، واحد 10 مينوت ولا ان كارد قيس ما يطيب الدجاج. نعاود ندير هذوك الحبيبات على البطاطا ومن بعد نرجع لكم. اذا هنا بعد ما طابت لي الخضره ودرت هذيك البطاطا جوست ابخي ما طاب الدجاج، اذا ندير هذاك الكاس تاع. اذا هني هنايا ما نغلقش عليها لا كوكوت باش ما يتعجنليش المقارون، ونخليه يطيب حتى هذوك الحبيبات هذو ينتفخوا ويكون عندي القوام اللي راني حاباته. انايا بصح مانيش حابه يكون زعما جاري بزاف، جاريه بزاف شرورو، وما تكونش يعني عاقده بزاف. نغطي عليها غير هكذا بلا ما نسكر عليها لا كوكوت. نتلاقاو في طبق تقديم. هذا هو حباباتي طبق اليوم اللي هو شوربة مقارون، اللي نعتبره أنا وجبة غذائية كاملة لأنه يحتوي على العجائن سكريات وفيه الخضر وفيه شوية بروتينات. دونك صدقوني وصفة هايلة لفصل الشتاء، سخن بزاف ومام طون مغذية، والدراري يحبوها، يعني الأطفال يحبوا توسكي بات. دونك ماذا بينا مرة على مرة نوعو لهم شوية لي بات وندخلو معاهم شوية خضر.
اذا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تشجعونا بلي لايك وتشتركوا في القناة وتشاركوا لي فيديو نتاعي مع الاصدقاء نتاعكم. ان شاء الله نتلاقاو في فرصة اخرى مع وصفة اخرى. بقاو على خير.